نفسها ده ان احنا نطلب مجله اسلاميه عن الشباب بلغه الشباب، فعايزين نعرف من حضرتك اكتر الموضوعات اللي حضرتك ترى ان هي مهمه نتكلم عنها في اول عددنا. واولا احنا رب العالمين واصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول شيء نحن يجب ان نتكلم عن طبيعه الشاب، طبيعه البنت، طبيعه هذه السن من ناحيه سيكولوجيه، من ناحيه اجتماعيه، من ناحيه نظره الناس لا لهم سواء القريبين او البعيدين. هذا امر. الامر الثاني ودي نقطه مهمه، ان احنا نريد لبعض الشباب اللي هو غير ملتزم. عندنا الشباب ملتزم، الشباب غير الملتزم يخاف من الدين، فاحنا مش عايزين يعني كيف نرغبهم ولا نرهبهم، كيف نعطيه او نفتح لهم بابا يدخلون اليه وليس بابا يغلق في وجههم ويذهب الى الجانب الاخر. فاحنا عايزين نتكلم مع الشباب اننا يعني مدى حاجة الشاب والكبير والصغير الى الدين، ولكن كيف؟ هذه صياغة الموضوع. نعم. طيب حضرتك دلوقتي حضرتك شايف ان الاعلام المضاد بيعمل تشتت للناس نحو الاسلام والتسامح، فازاي ان الاعلام الاسلامي يبقى ماشي على اسس يدخل بيها لقلوب الناس؟ يعني حضرتك شايف؟ انا ارى ان يؤخذ الاعلام الاسلامي ولا المتحدثين باسم الاسلام الى مثل هذه الامور ولا الى ردود افعال ولا الى رد شتائم او اتهامات، ولكن وجب على ما نملك نحن من اسلام او ما نملك من آلة اعلامية او دعوية او وسائل دعوية ان نظهر عظمة الاسلام وسماحة الاسلام ولا ننظر الى رد الافعال. لا تضيعنا الآلة الاعلامية الى معارك جانبية، يجب ان نهتم كيف نصل الى الهدف بإيصال دين الله سبحانه وتعالى بطريقة سليمة دون النظر الى هذه المعارك الجانبية. طب دكتور هما دلوقتي مثلا ما بيكلموش حاجه سياسيه، بيقولوا الشيوخ ما بيكلموش حاجه سياسيه وبعيد عننا، فالشباب يعني قلقان مش عارف هو يتكلم يعني يعرف الحاجات السياسيه ويعرف توجيهاته منين، هو في غزو فكري دلوقتي بيأثر على توجيهاته السياسيه وعلى الاجتماعيه، فهو ياخد اراء الشيخ يعني يعرف راي الشيخ ده مثلا هو رايه ايه في الموضوع ده، رايه ايه في الاختار كده. هو يعني يجب ان يقترب او الدعاء والعلماء الكبار من جيل الشباب ويشرح صدورهم ويستمع من الشباب أكثر مما يكلموه، لأن لازم أن الداعية والعالم مهما بلغ من علم أو عمر وجب عليه أن يشرح صدره وأذنيه لهؤلاء الشباب حتى يسمع آراء وأفكارهم. وأنا واثق أن أنا شخصيا أنا أستفيد من الشباب أكثر مما أفيدهم. أنا أفيدهم خبرة نعم، أفيدهم تجربة نعم، لكن أنا أستفيد من أفكار مطروحة عندهم ليست موجودة عندي. يعني أرى والله أعلم أن الموضوع متبادل، ولكن يبدأ الأمر من جانب الدعاء والعلماء. طيب دكتور هو مثلا إزاي الشباب يواجه مرحلة فشل في حياته في وظيفة أو زواج مثلا، يعني أي حاجة في مرحلة حياته إزاي يواجهها ويطلع منها بأقوى يعني؟ والله إذا يعني إذا ترجمت الأحداث أن الحياة عبارة عن نجاح وفشل وأنها ليست نجاحا مستمرا وليست فشل مستمرا، وإنما الحياة عبارة عن خليط ما بينها وذاك، ويكون مستعد لأن الأحداث تأتي إليه لا تقومه لا تحطمه، وأن تزيده إيجابية لا يعني تزيده سلبية. ويجب يعلم أن الإسلام ضد اليأس وضد الإحباط، وأن الإسلام مع التفاؤل، والإسلام مع انشراح الصدر، والإسلام مع الابتسامة، والإسلام مع انتظار المستقبل، والإسلام مع وصولي أنا أو اتصالي بالله سبحانه وتعالى أن أكون دائما داعيا له في المحن قبل النعم. طب دكتور دلوقتي الثورة عملت على تحرير الشعب طبعا من النظام، بس عملت برضو على تحرير يعني معظم الشعب وبالذات الشباب من الأخلاق للأسف، فالشباب دلوقتي أصبحوا لا يكونوا شيخ أو يكونوا كبير، فطبعا علما بأن الأخلاق دي هي اللي بتبني الحضارات، فحضرتك رأيك إيه في الموضوع ده وإزاي نرجع تاني؟ إحنا لا نستطيع أن نقول أن الثورة سلبت الأخلاق من الناس، ولكن الأخلاق قد تكون تبخرت نتيجة هذه المرحلة المؤقتة التي ما بين الكبت التام والانطلاق التام، ما بينهما حدث أمر طبيعي، هذان العامان شهدنا هذه التغيرات العجيبة، وده أمر أراه طبيعيا وأراه يعني منطقيا
ولكن سوف يؤول الشباب إلى منظومة الأخلاق مرة أخرى حتى تعود إلينا احتراما كبير وعلما مرة أخرى. دكتور معلش احنا الاول انا عايز اشكر حضرتك, حضرتك شخصيا كان ليك يد في حياتي كبير جدا, ربنا يجعل اي حاجه من جلاله زي ما حصل حضرتك فعلا. احنا عايزين حاجات كلمه لشباب اهلك ولكل حد بيفكر يعمل بالدعوه, نصيحه كده تقولها لهم وكلمه توجهها ليهم علشان يعني نحاول نصلح ما فسد في الفتره اللي فاتت. انا اقول لكل شباب اهلا ولكل ابنائي وبناتي, اي عمل خير سوف تعمل لن يضيع عند الله, اي عمل خير سوف تعمله سوف تذوق حلاوته قريبا في الدنيا واجر ان شاء الله في الاخره, اي عمل تعمله بصدق الاسلام بان تحبب الناس في الدين او تقرب الناس الى الدين انا واثق 100% ان هذا لن يضيع ابدا. بس يعني لا نقول ما مجالي انا في الدعوه, لان نحن لسنا كلنا علماء ولكن كلنا دعاء, لسنا كلنا علماء ولكن كلنا يجب ان ندعو الى الله سبحانه وتعالى, ولكن على اسس الدعوه, على بصيره بالحكمه بالمعارضه الحسنه وقولوا للناس الحسنى, هذا هو المنطق الذي يجب ان يحكمنا جميعا ان شاء الله. طب يا دكتور معلش احنا عندنا اقتراح كنا عايزين نقترحه على حضرتك, احنا في الهدف بتاع شهر 3 ان شاء الله باذن الله عايزين نخلي موضوعه حاجه اسمها ثوره الاخلاق, وعايزين دي لو حضرتك طبعا عندك وقت تكون تحت رعايه حضرتك, لو حضرتك تدينا توصيات احنا طبعا حضرتك تبنيها تحت رعايه حضرتك, حضرتك تدينا توصيات نمشيها ازاي, وهنحاول نحضر ندوه في جامعه القاهره لو حضرتك فاضي وقتها شهر 3 او شهر 4 ونتكلم عن الموضوع ده, حضرتك ما شاء الله طبعا كل دروسك في الموضوع ده رائعه. طيب يعني شباب ممكن تقدروا تتواصلوا معي على الايميل وابعت لكم المحاضرات اللي ممكن تكون وتقدروا على عملوها منظومه ومفكره وكده, موافقه ان شاء الله؟ هنعمل ان شاء الله فلايرز ونوزعها فيها تلقيح من دروس حضرتك وموضوعها كلها عن ثوره الاخلاق بحيث نحاول نجيب الناس تاني. ولعل وعسى احنا نبدا يوم السبت الاول من يناير ان شاء الله مع عمرو البيتي ان شاء الله لقاء اسبوعي يعني كل يوم السبت الساعه 1 عن منظومه الاخلاق, عن الاخلاق بس ما شاء الله ربنا يبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك يعني ان شاء الله, ربنا يبارك فيك وعلى بيك والله, ربنا يرضى عليك يا دكتور, سعيد بيك, ربنا يرضى عليك يا رب, كلمه يحفظك, سلامنا الان, بارك الله, ربنا يبارك حضرتك, شكرا.